اهلا بيكم مره ثانيه. الفقره دي هنتكلم من خلالها عن بطولات النادي الاهلي. فريق ناشئات كره السله تحت سن 14 سنه توج بلقب بطوله منطقه القاهره بعد ما فاز على نادي الزهور بنتيجه 58-42. هنعرف بقى ايه هي تفاصيل البطوله دي وكيف استعدوا لهذه البطوله دي وبيجهزوا نفسهم لايه ان شاء الله خلال الفترة القادمة. كل ده هنعرفه من كابتن علاء شاهين وهو المدير الفني لفريق ناشئات كرة السلة تحت 14 سنة، وكمان منورانا هنا محمد سعد الباز لاعبة النادي الأهلي لكرة السلة. صباح الفل عليكم. صباح الخير يا استاذ. تمام الحمد لله. أخباركم حلوة اهو، باين من الكاس والميداليات وشغل عالي. مليون مبروك، عايزين نحييكم ونهنيكم على هذا اللقب وهذه البطولة. ولو تسمح لي كابتن نبتدي مع حضرتك، يعني الاستعدادات كانت عاملة ازاي؟ شكل المنافسات في البطولة كانت عاملة ازاي؟ أقوى المباريات في رأيك أنت كانت أنهي مباريات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا احنا استعدينا تقريبا من شهر 6، مجرد ما التشكيل اتحط ابتدينا على طول التمارين. فضلنا تقريبا نتمرن 5 وحدات في الأسبوع، يعني 5 مرات في الأسبوع لغاية الدور التمهيدي، بعد كده الدور قبل النهائي، بعد كده النهائيات. النهائيات دي بتبقى تقريبا 4 فرق بتواجه بقى احنا واجهنا مصر التأمين، واجهنا الجزيرة، واجهنا الزهور. كلهم أقوياء، يعتبر طالما وصلوا للدور ده يبقى الفرق كلها قوية يعني. بس احنا الحمد لله ربنا اراد يعني ان احنا ناخد البطوله، كنا مستعدين بشكل كويس جدا يعني. اصعب مباراه فيهم في رايك كانت انهي؟ وليه؟ اصعب مباراه ظهور، يعني اللي هي اخر ماتش. ما كناش موفقين، كان الحظ معدلنا جامد جدا. تقريبا اول شوط احنا جبنا باسكت واحد بس، وده ده لو بعمل لكم عمل مش هيحصل كده. يعني هو في لقطات طبعا يعني حضرتك لو شفتها هتصدق على كلامي، بس الحمد لله تداركنا الموضوع في الكوارتر الثالث والرابع. يعني وقدرنا ريمونتادا؟ مش ريمونتادا قوي، يعني السكور ما كانش كبير قوي، هو تقريبا فرقوا علينا 5 بونت بس طول الجيم يعني. بس احنا الحمد لله قدرنا نخلص الجيم كله وفرق 16 بوينت الحمد لله يعني، وربنا اراد ان احنا ناخد البطوله الحمد لله. جميل. هنا بالنسبه لك انت، يعني من وجهه نظرك انت، انهي ماتش كان الاصعب؟ هل فعلا الظهور ولا انت ليكي راي تاني؟ لا هو يعني الماتشات كلها يعني زي بعض، بس هو الظهور احنا كنا في الاول ما كنا بنضيع كتير قوي، ما كانش ان احنا جبنا كتير، ويعني كنا كمان خايفين شويه ان احنا ممكن نخسر. بس يعني في الكوارتر الثالث والرابع يعني لا الحمد لله ان احنا قدرنا نعمل كده ونكسب ونجيب. طب العكوسات اللي حصلت في الاول والتضييع اللي حصل ده كان نتيجه عدم تركيز ولا نتيجه قلق ولا نتيجه ايه؟ هو اول حاجه احنا ما كناش موفقين خالص، تاني حاجه ان احنا كنا ممكن خايفين شويه ان احنا لا لازم نكسب، فكان ممكن جايب معانا نتيجه ان احنا خايفين شويه. ده زود الاستريس والتوتر عليكم. طب عايزين نعرف بقى بدايتك اصلا مع كره السله، ابتديتي في سن قد ايه؟ هل كنت بتلعبي في مكان تاني او في نادي تاني قبل ما تنضمي للنادي الاهلي؟ وليه الباسكت بول؟ اشمعنى؟ هو انا ابتديت باسكت وانا عندي 5 سنين في وادي رجله. اوكي. وبعد كده عند تحت 10 سنين احنا اشتركنا في الاهلي وجينا مع كابتن عليا، اول كابتن يعني دربتنا في الاهلي. وبعد كده بقى كابتن علي طلعت وكابتن احمد وكابتن عمر، وبعد كده السنه دي مع كابتن علاء. اخترت الباسكت. هو اصلا انا ابتديت اول حاجه جمباز وبعد كده سويمنج، بس ما كنتش حباهم قوي. بس دخلت الباسكت، انا يعني بابايا كان بيحب يتفرج على الباسكت وفاهم فيه برضو. هو اللي شجعك؟ وكمان انا بنت خالتي وابن خالتي بيلعبوا في الاهلي باسكت، فده شجعني شويه ان انا ممكن اجرب، وجربته والحمد لله يعني ومشي الحال. جميل. كابتن علاء، التعامل مع المرحله العمريه دي مش سهل، واعتقد كمان ان يمكن البنات بصفه خاصه، لان انت عارف بيبقى في ايه تحورات كده في الحاله المزاجيه وتغيرات نفسيه تعالى نقول. فده بيخلي المهمه مش سهله قوي. يعني انت الى جانب فكره التدريب والمهارات وتنميه القدرات الى اخره، انت كمان نفسيا لازم تتعامل بتكنيك معين مع المرحله العمريه دي. شايف الملف ده ازاي والموضوع ده ازاي؟ بص يا استاذ كريم، يعني انا فضلت امرن اولاد، انا كنت اصلا في جهاز الاولاد لمده 8 سنين تقريبا. اوكي. ففضلت 8 سنين امرن اولاد.
السنه دي اول سنه ليا ان انا امرن بنات. اوكي. كابتن سيد. طب ايه بقى السنه دي حصل معاك فيها؟ كابتن سيد صابر وكابتن اسامه شافوا ان انا ممكن اكون الكاركتر بتاعي يمشي مع البنات اكتر. اوكي. والحمد لله يعني ربنا ما خيبش ظنهم يعني وخدنا البطوله. اهو بدليل البطوله. اه بس كان تدريب البنات فعلا مختلف تماما عن الاولاد. في ايه بقى؟ هو زي ما حضرتك قلت الـ 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 الطريقه في التعامل والاسلوب وان ما ينفعش ازعق ما ينفعش مثلا اتنرفز قوي. فحالة الولاد ماشي ياكش تدور فيه وبتضرب لكن يعني البنات بيبقوا كيوت زياده على المعامله دي اكيد عندك حق بالظبط. فانا بالنسبه لي كانت صدمه ما بين ان انا فضلت 8 سنين امرن ولاد بالتعامل بقى بالطريقه. اول يوم في تدريبك للبنات كان عامل ازاي؟ اول يوم بصفه خاصه تدريب بقى مش التعارف. لا حسيت ان انا صامت زياده عن اللزوم مش عارف اعمل ايه يعني فضلت ساكت كده شويه. طب انا هزعق امتى؟ طب انا انا مش عارف اعمل ايه معاهم بالظبط. وطبطب بقى طبعا لو في بقى خبطه ولا اصابه ولا بتاع دي بتبقى كارثه يعني. يعني يا جماعه شوفوا لنا الاسعاف بسرعه وممكن هي مثلا ايه في الاخر جزعه صباع مثلا او ضفر اتكسر الحاجات دي طبعا. يعني بس دي عايزه برضو عايزه حكمه جدا في التعامل. عامل معاكم ازاي كابتن علاء؟ لا يعني في اول تمرين كان هو يعني ما كانش متعود اي كلمه يا شباب ما اعرفش ايه تعالوا بس بقى بعد كده طب يلا بينا يا رجاله ورانا ماتش مهم النهارده. ده فعلا بالظبط بس يعني في الاخر بعد كده مشي الحال تأقلمت بقى وهم خدوا عليا وانا خدت عليهم والحمد لله. ايه اكبر تحدي عموما في التدريب سواء لبنات او لولاد؟ يعني التحديات الاكبر في المرحله العمريه دي بتكون ايه؟ هل التعامل النفسي؟ هل تنميه المهارات؟ بتبقى فين الحاجة؟ بص هقول لحضرتك هم يعني ميكس يعني حضرتك لازم في الاول هتحبب اللاعب فيك يعني لازم اللاعب يكون مستريح لك بيحبك تكسب كل اللعيبه سواء فنيا او نفسيا. يعني انا ممكن مثلا اكون بتعامل نفسيا كويس مع لاعب وفي نفس الوقت مثلا مش بيشارك كتير قوي بس خلاص هو طالما حبك ومقتنع بيك خلاص هو هيتقبل اي حاجه منك سواء بره السكور ما لعبش الماتش ده لعب حبه قليلين هو هيتقبل منك طالما هو خلاص عارف ان انت عامل على مصلحته في الاول وفي الاخر. طبعا. يعني ما ينفعش يبقى مثلا لعيب متوسط وماتش جامد هنزله هو نفسه هيحصل له دروب مش هيعرف يتعامل مش هيعرف يتصرف مش هيعرف يلعب فهو نفسه لا ايه ده انا مش عارف اعمل حاجه مش عارف العب مش عارف اجيب باسكت كل ما احط دربلايه تتقطع. فبنحاول نعمل مزيج ما بين المستوى اللاعب والماتشات اللي احنا بنلعبها وبنحط كل لاعب في المكان او في الماتش اللي ممكن هو يقدر يدي فيه وبالتالي هو مستواه هيتحسن وممكن بعد كده استعين بيه في ماتشات جامده بس لازم يكون يكسب الثقه الاول يعني. تمام. هل انت في اي مرحله دراسيه دلوقتي؟ في ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي. طيب واخبار الدراسه ايه مع التمرينات مع التدريبات مع البطولات موازنه ما بين الاثنين ولا مش عارفه تعملي ده؟ لا يعني الحمد لله موازنه شويه ان مثلا لو في اي وقت فاضي لازم مثلا اكون اذاكر مش بضيع وقت وخلاص يعني احكي لنا يومك كده عموما عامل ازاي؟ يعني لو في مدرسه الصبح بصحى الصبح اروح المدرسه ارجع ممكن لو تمرين بالليل شويه اذاكر شويه واحل الهوم ورك بعد كده ارجع التمرين اروح التمرين بعد كده ارجع البيت اذاكر شويه وانام واصحى تاني مدرسه. طب المخمضه دي كلها مش بتشكل اي عبء نفسي عليكي؟ يعني مش سهل برضو ان انت تجمعي ما بين التفوق الرياضي مع التفوق الدراسي؟ اكيد بس يعني هو ساعات ممكن نبقى فتره احنا خلاص تعبنا التمرين كتير مثلا الامتحانات فلازم يبقى مثلا اغيب مثلا يوم التمرين عشان اعوض في المدرسه لو في امتحان. بتحاولي توزيني كده يعني. طب والفتره بتاعت كورونا كنتوا بتتمرنوا قد ايه ولا ما كنتوش بتتمرنوا؟ كان يعني مشيتوا الفتره دي ازاي؟ هو في كورونا يعني سنه 2020 لما كان في بقى يعني حظر وكان الدنيا مقفوله كنا بنحاول ان احنا نعمل حاجات في البيت مثلا لو بنعمل دريبل او نعمل حاجات فيتنس مثلا على اليوتيوب. كنت بعد كده لما الدنيا اتفتحت شويه كنت بنزل اجري في النادي وممكن كنت اشوط الصبح شويه انزل مثلا 7 الصبح اشوط فيعني كان ابتدينا نرجع حبه حبه لغايه بقى لما التمارين رجعت كلها. جميل. فكره ان انت بتلعبي باسم النادي الاهلي
دي لوحدها مصدر أكيد. لتوتر هستيري واعتقد نفس الكلام برضو بالنسبه لحضرتك، بس انا عايز اعرف منك انت الاول بعد كده نروح لكابتن علاء، احساسك بالمسؤوليه وانت لابسه تيشيرت النادي الاهلي؟ هي اكيد مسؤوليه كبيره قوي ان احنا لا يعني لازم نكسب يعني كل البطولات ونأدي بشكل حلو، وما ينفعش نكون نخسر مثلا ويكون شكلنا وحش، لا يعني بيبقى في يعني ستريس علينا اكتر، وان احنا لازم نكسب. بس يعني الحمد لله يعني السبيريت في الفريق والحاجات بتضيع كل الحاجات دي. تاني نفس المشكله اكيد عند حضرتك برضو، ان انت يعني مسؤول عن فريق 14 بقى 16 23، مهم في الاخر انه النادي الاهلي برضو، ده عبء كبير. دي يعني دي مشكله انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي الاهلي ده يعني متربي فيه، انا بقالي 30 سنه في الاهلي، انا من ناشئين الاهلي اصلا ولعبت لغايه ال 20، بعد كده جت لي اصابه فدخلت بقى في مجال التدريب يعني خدت كورسات وكده، فماتشات الكوره كمان يعني دي حاجه على الهوا اول مره اقولها، ماتشات الكوره كنا خسرنا ماتش في كاس مصر دور 16 وخرجنا، انا كسرت التلفزيون يعني حضرتك كده اتنرفزت. انت من الناس دي؟ لا انا الاهلي بالنسبه لي لما بيخسر ده بيبقى مناحه يعني، فالستريس لا طب بالك بقى وانت اللي هتبقى مسؤول عن فوز او خساره النادي الاهلي، لا انت هتدغدغ البيت كله. لا يعني انا قبل البطوله باسبوع انا قلت لزوجتي يعني وتاخد ابني، انا ابني علي سنتين، ربنا يفرحك، ربنا يبارك فيك، تاخده وتروح لمامتها يعني الاسبوع ده معسكر يعني اخليت المنطقه منع لاي منع لاي تهور ولا حاجه، فالحمد لله يعني ربنا اراد ان احنا ناخد البطوله، بس ستريس لا ستريس غير طبيعي. انا بعد الماتش ما خلص كان كابتن سيد وكابتن اسامه كانوا متواجدين في ظهرنا على طول، في موجودين في كل الاعمار وكل الماتشات، انا بص على دماغ كابتن سيد ورحت واخد كابتن اسامه بالحضن، فضلت اعيط عياط مش طبيعي من كتر الضغط اللي انا كنت فيه يعني، وبالنسبه لي دي اول بطوله كمان فليها طعم خاص يعني. طب برضه قبل ما نختم معاك وعايز اعرف من حضرتك يعني استمتعت اكتر بالتدريب ولا استمتعت اكتر بكونك لاعب مرحله ما قبل الاصابه؟ هي ولا دي كل حاجه ليها؟ هي دي يعني دي ليها مميزات وعيوب، دي ليها مميزات وعيوب، بس انا ساعات كتير ببقى وانا يعني كمدرب دلوقتي ببقى عايز انزل، لا دي ما كانش ينفع تتعمل كده، دي انا لو كنت مكان كنت مكانها انا كنت هعمل كده، بس انا بقدر الامكان بحاول ننقل ونصلح بس دايما بتبقى مفيده جدا لما يكون المدرب خلفيته لاعب يعني، مش مجرد مثلا ايه اكاديمي، لا اللي مارس اللعبه هو عينه برضو رؤيتها غير. بالظبط حضرتك طبعا كلامك مظبوط، بس في ناس كتير بتعوض ده بالكورسات بقى الكتير وتسافر وتاخد كورسات اونلاين اكيد، فده بيعوض ده، بس طبعا زي ما حضرتك قلت اللي مارس اللعبه ايا كانت ايه هي ومرن لا بيبقى الوضع مختلف شويه يعني. اكيد بس فالحمد لله وان شاء الله باذن الله يعني نوعد الجميل ان احنا نعمل اقصى حاجه ممكنه لبطوله الجمهوريه ان شاء الله. نورتونا واسعدتونا وشرفتونا تاني مره برضو، نبارك لكم على هذا الكاس الجميل وان شاء الله المزيد من البطولات والنجاحات، نورتونا. شرفينا ده نورك، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فندم. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل برضو في اطار نفس الفريق ونفس الكاس المحترم ده، خليكم معانا.